Bonjour mes élèves de première secondaire. Notre leçon aujourd'hui dans le trigo, c'est la représentation graphique des fonctions trigonométriques. Représentation graphique, il y en a même représenté à la graphique les sinus ou cosinus. Hamel remplacé l'angle θ π, sinus θ, hot θ, marra 0, marra 30, les π sur 6. مرة 60 وهكذا عم رمبلاسون بالارقام دي كلها فحبص الاقي بقى عندي تابلو سينوس 0 بيطلع 0 سينوس 30 بيطلع 2.05 وهكذا واطلع الفالور بتاعتي كلها بالايه بالكالكولاتريس طب ابتدي اعمل رؤيه جرافيكمون يعني عندي 0 ب 0 يبقى بريمير مون 0 ب 0 بعد كده عندي البي سور 6 اللي هي 30 ب 0 ب 1/2 يبقى عندي 30 هطلع لغايه احط بوينت 1/2 3pi sur 6, il y a donc 180 sur 6, il y a 30 fois 3, il y a 90, il y a 90, il y a 1, ainsi de suite. Afdal a hot le point que l'a peut-être graphique bitay, le gait la mouse le 2pi, le 360. Fah, la haziba, min awi le 0, le gait la main, ou celle de 180, et le valeur qu'a d'aimé positif. Paquet d'arrêt, homme, bah c'est négatif. يبقى عشان اعمل تور كامله للسينوس ببتدي من الزيرو لغايه ال 360 هلاقي دايما بيحصل لي شكل الفيجر ده لو كملت تاني بيعمل ريبيتي للكلام ده هو اهو وممكن اشتغل على البارتي نيجاتيف يبقى ده شكل الفانكسيون بتاعه السينوس يبقى شكل الفانكسيون السينوس لازم احافظه كويس بيبقى له امبليتود كده بص اللي بيطلع لغايه الان ويروح نازل لغايه الموان يطلع لغايه الان وينزل لموان يبقى انا عندي ايه الانسمبل ديماج بتاعي بيتحرك من موان لان ما يعديش الموان ولا الان في السينوس وفي نفس الوقت دايما بادي من عند الايه الزيرو لو جينا عملنا نفس الكلام بالنسبه للكوسينوس وعملنا تابلو قعدنا برضه نعمل رمبلاسمون الانجل بالكالكولاتريس حسبت كوسينوس 0 بكام بقى كوسينوس 30 بكام كوسينوس 90 بكام وهكذا وقعدت ارسم لغايه لما اوصل ل 360 جربها كده بالكالكولاتريس وطلع الفالور دي كلها واعمل ايه الجرافيك هتلاقي عند الزيرو بقى بص هنا عند الزيرو بدا بقى هناك كانت عند الزيرو بزيرو يبقى هنا بدا بايه بقى وبعد كده عند ال 30 ب 0.8 عند 30 0.8 بعد كده عند 90 ب هيطلع لك هنا ب 0 وهكذا هتكتشف انها بقى نيجاتيف ورجع بوزيتيف تاني فالجرافيك هنا من 0 لغايه 2 بي لغايه 360 بدا من عند ال 1 نزل لل 1 وطلع لل 1 تاني لو كملت هيبتدي يعمل ريبيتي تاني وهكذا وبرضه لو مشيت في الديريكسيون نيجاتيف هيطلع بالايه؟ بالمنظر ده يبقى انا عندي ده شكل الامبليتود بتاعي بيبتدي من 0 لغايه 2 بي والانسمبل ديماج بتاعي من موان 1 لغايه 1 في عندنا كمان لسون بيتكلم على تروفي لا مزيور دان انجل ان كونيسون لان دو رابور تريجونومتريك هنا لما كنا زمان بنقول مثلا عندك انجل 30 سينوس 30 ايجال 2 طيب لو عايز اجيب سينوس كام بدمي يبقى بعمل شيفت سينوس للدمي يبقى اقدر اجيب الايه الترند طيب الكلام ده برضو هو ده اللي بنحققه هنا انا عايز اجيب الانجل بتاعي والفالور بتاع التريجونومتريك 0.625 فبعمل شيفت سينوس للايه للفالور ده عشان اجيب الانجل طيب بس خلي بالك هو كاتب من 0 لغايه 360 احنا عندنا 4 كوادرون بنتكلم عليهم اول حاجه خلي بالك الفالور ده جاي بوزيتيف مادام بوزيتيف السينوس بوزيتيف فين؟ احنا عندنا كل فونكسيون ليها مكانين بوزيتيف ومكانين نيجاتيف. اول كوادرون كلهم بوزيتيف. طيب والسينوس في دوزيام كوادرون نيجاتيف بوزيتيف. يبقى السينوس بوزيتيف في برومير ودوزيام. يبقى ترازيام وكاتريام نيجاتيف. هنا عندنا الحاله بوزيتيف يبقى هناخد البرومير والدوزيام بس. البرومير اللي هو سيتا فبيفضل زي ما هو. تعمل شيفت سينوس بالكالكولاتريس للرقم ده يطلع لك 39 دجري 14 من 6 سكوند. طب ده البرومير، طب الدوزيام اجيبه ازاي؟ الفورم بتاع الدوزيام احنا حافظينها 180 موان سيتا موان الانجل اللي احنا جبناه اللي هو 39 14 6 هيطلع لي 140 دجري 45 مينوت 54 سكوند يبقى هنا دايما البوزيتيف ليها دو فالور والنيجاتيف برضه ليها دو فالور بس النيجاتيف بتعديه هتبقى في ترازيوم وايه والكاتريوم ترازيوم 180 هتبقى ساعتها بلس والكاتريوم 360 موان الفالور اللي احنا جبناه طب بالنسبه لنيميرو بي هنا فالور نيجاتيف فالور نيجاتيف يبقى احنا موجودين في اني كوادرون الكوتانجون زيه زي التانجون
يبقى التانجنت في الحالة دي بيبقى نيجاتيف فين؟ في الدوزيام والكاتريام. يبقى عندنا هنا دوزيام وكاتريام ايه؟ كوادران. في الدوزيام كوادران لازم نكتب طبعا هنعمل شيفت تانجنت للفالور دي من غير السيني بالكالكوليتيس هيطلع 31 40 48. بس في الدوزيام انا ضاق لازم اكتبها بالفورم بتاعتها اللي هي 180 موان. في الكاتريام لازم اكتبها بالفورم بتاعتها 360 موان موان الانجل اللي احنا جبناه. بس واحسب الفالور ده موان ده 148 19 12 هنا 360 موان هيطلع 328 19 12. Trouve cet état tel que cet état entre 0 et 360 qui vérifie chacun des cas suivants. Et nous avons tangente moins, moins 2,3615. Nous avons dit valeur négative, tangente négative fine fait deuxième ou le 4. Oui, c'est ce que nous avons dit. Nous avons dit conséquence de l'ordre négatif. Nous avons dit conséquence de l'ordre sinus. طيب زيها زي السينوس. السينوس بيبقى نيجاتيف فين؟ في الترازيوم والكاتريوم. بس دي الانفرس. يبقى انا كل اللي هعمله الاول ايه؟ هكتب ان سور الفالور ده من غير السين. ان سور 2,1036 واعمل لها بعد كده الرقم الفالور اللي هيطلع اعمله شيفت سينوس لان ده الانفرس بتاع السينوس. هيطلع لي الامر بس نيجاتيف يبقى في الترازيوم والكاتريوم يبقى 180 moins le valeur de tela 180 plus le valeur de tela ou 360 moins le valeur de tela. Et merci pour votre attention et au revoir.